مرحبا بحضراتكم في الفقرة الحوارية الأولى. زي ما نوهنا في بداية الحلقة، احنا بنتكلم ان التحديات كبيرة جدا امام فريق الكرة بالنادي الأهلي، سواء بنتكلم طبعا برضو محليا او قاريا، وعندنا ماتش مهم بكرة في مسيرة الفريق، يعني مسابقة طبعا الدوري امام البنك الأهلي، وده يعني يعتبر برضو فريق تقيل جدا، اكيد في استعدادات لازم هتكون مختلفة، مش عايزين اكيد نخسر كمان هنا بنتكلم اي نقطة، فبإذن الله الموضوع يعدي اداء ونتيجة زي ما احنا عايزين. خلينا نرحب على كل حال بالاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. بونجور، نورنا يا فندم. والله دايما تاني بونجور، ما بتسالش لحضرتك غير عندنا في اي برامج تانيه، احنا غير برضه. لا بابا سعيد جدا موجود معاكم، والله احنا كمان سعداء بوجود حضرتك معانا، منورنا. ومناسبه جميله جدا ان احنا نحتفل بالانجازات اللي حصلت امبارح. كان يوم جميل للاهلي ساعتين يا استاذ سامي. بالظبط. بس قبل ما نتكلم على البطولتين اللي اتحققوا في ساعتين، وقبل ما نتكلم كمان على مشوار النادي الاهلي محليا وقاريا، عايزين نقف عند اللقطة اللي الناس كلها وقفت عندها، لقطة محمد صلاح مع مؤمن زكريا. شفت المشهد ده ازاي؟ يا سلام عليك، ده مقالي اللي نازل بكرة في الجمهورية بالصدفة، يعني ما أنا مش متفق معاك على حاجة. أيوة. لقطة إنسانية جدا جدا جدا، فيها جبر خاطر المؤمن اللي هو يعني من هو مؤمن زكريا في الملاعب، يعني نجم موهوب مميز جدا، ووقف الصلاح معاه في كاس الاتحاد الانجليزي وبعد الفوز دي، يعني تاريخيه طبعا. لقطه تاريخيه ودفعه معنويه قويه لمؤمن زكريا، لمؤمن زكريا نفسه انه يعني يحس ان هو لسه يعني مكانته محفوظه عند الناس وما تنساش. ودي على فكرة مبدئيا وجهة نظر النادي الأهلي ومجلس إدارته، إنه هو في ظهر هذا النجم دايما طبعاً. وصلاح وعلى قوته بالظبط. وصلاح كان يعني أكد يعني من ناحية أخرى إن هو إنسان مصري صميم بوقفته جنب مؤمن ولقطة الكاس دي كانت مؤثرة جدا، أنا إلى حد كبير انفعلت معاها، وده مقالي اللي نازل بكره في نفس الحوار يعني. فأنا شايف إن شاء الله نفرح بمؤمن زكريا بعودته قريب إن شاء الله بالشفاء الكامل يا رب، وندعو له ونتعلم من هذه اللقطة الجميلة اللي يعني هي تأتي في وقت يعني مهم جدا لمقاومه التعصب والسلوكات الغير جميله اللي بنشوفها احيانا في الملاعب. صحيح. ودرس من نجم كبير محمد صلاح لكل لاعبتنا في ملاعبنا ان شاء الله. استاذ سامي، عايزين نروح لملفات مهمه، وفكره هنا هنتكلم عن الاهلي قاريا ومحليا، وانا هبدا منك. اللي بتقلق مني ليه؟ الله، انا لسه قلت حاجه. ما اسالش طب كريمي. لا لا، اسئلتي النهارده ما فيهاش حاجه. استهلت الكلام ده بونجور يا استاذ سامي، مالكش حق يا استاذ سامي. لا عايزين والله، يعني انا مش هسالك اسئله والله، خلاص يعني ملفات انا عارف حضرتك فاكر هسالك فيه، اصل الموضوع ده يعني احنا منتظرين بقى فيه رد فعل، خلاص احنا عملنا اللي علينا، فالموضوع دلوقتي مهما اتكلمنا فيه مش هيجد اي حاجه، فخلاص لا، موضوع الملعب والكلام ده كله مش هنفتحه اصلا مع حضرتك. احنا عايزين نتكلم فنيا واستعداداتنا، لان المباراه برضو اكيد لها ظروفها الاستثنائيه هذا الموسم، فبتشوف الاستعدادات او احنا على قدر من الاستعدادات الى اي مدى؟ وبتكلم هنا فنيا، وبتكلم هنا اداريا، وبتكلم ايضا نفسيا. طب انا هاخد برضه من كلامك ان مجلس اداره الاهلي كان على مستوى المسؤوليه تماما في التعامل مع هذه الازمه لاثبات حق النادي الاهلي. يعني رغم ان طبعا مش عايزين نعطل نفسينا ونعطل الفرقه وندخلها في دوامات مالهاش لازمه. بالظبط، كل ده تشتيت مالوش لازمه فعلا. مالهوش لازمه، انما يعني مجلس اداره الاهلي كان عندي على مستوى عالي من الوعي وتحديد المواقف عشان ما يحصلش تاني بعد كده يعني. لكن الاهلي اولا واخيرا هو بطل افريقيا في العشرة وفي ال11 ان شاء الله، فيعني ده اللي احنا لازم ناخده منهجيه في الايام الجايه لحد يوم 30
هنلعب فين بقى؟ في الدار البيضاء مش في الدار البيضاء؟ احنا واخدينه منهجيه، ودي التاهل المره الثالثه على التوالي، واكيد الوداد عارف الكلام ده كويس وعارف هو بيواجه مين وكل حاجه. فاذا كان هناك كفه راجحه، وده هنيجي ليه، يعني ما اعتقدش ان الوداد هي الكفه الراجحه ابدا. طبعا هيبقى ماتش مهم وهيبقى ماتش صعب، لكن انت طبعا طبعا بلا شك، بس انت لازم برضو تروح وعارف ان انت يعني انت بتحقق ان شاء الله ال 11، ورحت قبل كده مرتين قبلها، وتاريخك ايه، ويعني معلش برضو الواحد يبقى عارف هو واصل لفين. نقطة مهمة جدا، انا زرت المغرب كتير، واقدر اقول لك ان جمهور الرجاء هيكون في ظهر النادي الاهلي. انا سمعت على فكره حاجات زي كده يعني من دلوقتي. صحيح بقى الخبر ده؟ يعني انا يعني قريتها بس كنتش عارفه مصداقيه هذا الخبر. يعني فرقه الاهلي هيكون ليها مساند، طبعا احنا قلوبنا كلنا معاهم في هذه المهمه، وان شاء الله يعني هي مهمه صعبه ولكن سهله برضو. الاهلي بطل 10 مرات، والثانيه على التوالي، وممكن الثالثه على التوالي ان شاء الله. عنده هدف كبير جدا انه يسعد جماهيره ويروح المونديال للمره الثالثه على التوالي ويحقق برونزيه ان شاء الله. انا اتوقع انه انا كتبتها انه ان شاء الله ايوه يكون في النهائي المره دي في كاس العالم للانديه ان شاء الله. يعني فضيه ذهبيه، المهم في النهائي تواجد. معانا على التليفون من تونس الاستاذ محمد مصلحي، المدير الفني للفريق الاول للكره الطايره، رجال دي النادي الاهلي، اللي طبعا بنبتدي كلامنا معاه بمليون مبروك. مليون مبروك، اهلا اهلا بيك يا استاذ مصلحي، اتفضل. صباح الفل. صباح الفل، اهلا بحضرتك يا فندم. اولا طبعا يعني شيء عظيم جدا الانجاز اللي اتحقق، وحاجه مشرفه جدا، واكيد برضو النوع ده من الانتصارات اللافته للانظار ما بتجيش من فراغ، بيبقى وراها كواليس، وراها مجهود، وراها قصص كتيرة. عايزين نتعرف ولو على جانب بسيط جدا منها بعد اذن حضرتك، اتفضل يا فندم. الحمد لله، طبعا مكسب امبارح بطولة افريقيا للمرة ال 15 في تاريخ النادي الاهلي، ده طبعا ريكورد النادي الاهلي للكرة الطايرة. الحمد لله ربنا اكرمنا وعوضنا خير بالبطولة دي في تونس، على خصم عنيد وخصم قوي زي الترجي بجماهيره يعني، وفي ارضه ووسط جماهيره. الحمد لله، هو ربنا عوضنا خير الموسم المحلي وكسبنا بطوله كبيره الحمد لله. يا رب دايما، يا رب دايما. شفنا من شويه تقرير كده اتعمل مع مجموعه من اللاعبين بعد الانتصار ما اتحقق بالفعل. يعني دايما لعيبه النادي الاهلي في الرياضات المختلفه تحسهم كلهم يعني على قلب رجل واحد، وعندهم هدف واحد ما بيشوفوش غيره، فكره الانتصار. حتى لو كنا مرينا في رياضه ما مع فريق ما بشيء من التعثر، لكن عندنا قدره دايما نقوم ونقف على رجلينا. فتفسر بايه الروح الاهلاويه الغريبه دي؟ هو اي حد بيبقى داخل منظومه النادي الاهلي اول ما بيخش يعرف كويس جدا ان النادي الاهلي بيبقى هدفه الاول مركز الاول بس، وهدفه دايما نكون في المقدمه. إذا كان في حصل إخفاق أو أي حاجة، الحمد لله ربنا عوضنا خير، واللعيبة أدت ما عليها، وبالذات اللعيبة الكبار والناشئين الصغيرين اللي نزلوا امبارح في الملعب، يعني كل الناس عملت عليها وزيادة، والحمد لله ربنا عوضنا إن إحنا نقدر نسعد جمهور النادي الأهلي ببطولة، يعني نطلع السنة دي ببطولة قيمة وهي بطولة أفريقيا الحمد لله. عموما مليون مبروك مره ثانيه، تهانينا لحضرتك ولكل اللعيبه وللجهاز الفني والاداري، مليون مبروك على الانجاز المحترم اللي اتحقق، وان شاء الله مستنيين منكم المزيد من الانجازات. حاجه تفرح بقى كده، يعني ان انت تقعد تسمع اخبار مختلفه خاصه بالنادي الاهلي، وامبارح واحنا بنتفرج على الماتش الواحد قال الحمد لله. يعني دايما كده تحس ان في حاجه بتعوض بشكل كبير جدا، زي ما كريم كان بيتكلم اللي هو حتى لو تعثرت فتره بترجع تاني تعوض دي روح النادي الاهلي. يعني حسن خاتمه بصراحه. امبارح خاتمه فيعني في ساعتين نحقق بطولتين كبار جدا، وقدام منافسين لهم كل التقدير والاحترام، يعني حاجه اسعدتنا جميعا في النادي الاهلي. وده انا عايز اعلق بس ان اداره الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب قدرت تقف ورا الاجهزه الفنيه رغم العثرات السابقه اللي يعني وتصلح اي مشاكل وتصلح وتسد الثقه والثقه في اللاعبين في الاجهزه الفنيه بالزبط. يوصلوا لهذا المستوى يعني
يعني ماراثون في السله 5 ماتشات وبطوله من الخارج في صحيح. ولسه استاذ سامي على كل حال احنا هنرجع تاني لان ملف يعني كره القدم اكيد لسه ما خلصش مع استاذ سامي. فاصل سريع جدا وهنرجع لحضراتكم. فقرتنا لسه مستمره مع الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. وقبل ما نسيب ملف افريقيا لسه في كلام شويه. خلاص خلصنا من الملعب بقى نخش على الحكام ولا بلاش؟ لا. انا مش عايزه اخش الصراحه على الحكام. ملف تاني وملف مقلق للبعض. خليني انا لحضراتكم برضو الصوره. البعض عنده قلق شديد زي ما كان عنده قلق من فكره اختيار الملعب بهذا الشكل، عنده قلق من قبل الحكام او اختيار الحكام. بتشوف يعني المشهد هيبقى عامل ازاي استاذ سامي؟ انا مش حابب ان احنا ندور لفرقتنا او لعبتنا على مخارج للاحباط. احنا مش بندور، احنا بنحاول نشوف المشهد بشكل لا سليم. لا بس نعرف احنا داخلين على ايه. احنا على ثقه ان الموقف في هذا النهائي مش فير. ده اكيد، سواء باختيار الملعب او طاقم تحكيم بشكل معين او منافس بجمهوره، بينما الاهلي بدون جمهور. فطبعا ما فيش عداله، لكن ثقتنا كبيرة في لعبتنا وفي الجهاز الفني ومجلس إدارته إن هم يكون عندهم مسؤولية تاريخية. هم أبطال 10 مرات ومميزين جدا في إنجاز هذه البطولات. في تحديات كثيرة جدا خضناها أفريقيا وأصعب من الجولة الجاية دي في الدار البيضاء. فبالتالي يعني بنحط كل ثقتنا في جهازنا الفني ولاعبتنا ان هم يقدروا يتخطوا ويحققوا الحلم مع اي ظروف بقى. مع أي ظروف. يعني خلاص احنا لازم نبقى رايحين فاهمين ان الظروف مش بتاعك، مش لصالحنا تماما، جمهور مش بتاعك، اتحاد افريقي مش فير. فبالتالي يعني كل دي تحديات ومنافس قوي كمان. طبعا منافس قوي جدا يعني طبعا. يعني والاهلي كبير افريقيا طبعا، فلازم نحط دي في الاعتبار. ان انا رايح ارجع بالكاس، رايح ارجع بالكاس. هو ده اللي احنا حاطينه كويس ان شاء الله جدا. بدون اي مرجعيات ثانيه او قلق من اي حاجه، وثقتنا في جماهيرنا ولاعبتنا ان هم يعني هيقدروا يعملوا الحلم لحد 10 ان شاء الله. خلينا بقى نروح للشأن المحلي والدوري المحلي، وعندنا ان شاء الله يعني ماتش مهم جدا قدام البنك الاهلي. واكيد زي ما كنا بنقول من شويه مفيش مساحه للمزيد بقى من نزيف النقاط. واحنا الفتره اللي فاتت برضو كانت الدنيا مش ماشيه قوي على هوانا، تعادل متحقق مرتين، خساره امام فريق المصري. فكرك ماتش البنك الاهلي بدايه كده هيكون عامل ازاي؟ والمفروض ان الفتره الجايه محليا الاهلي يعمل ايه عشان ما يحصلش نفس اللي حصل في الثلاث لقاءات تحديدا السابقين؟ طبعا سبع نقاط ضايع في 3 لقاءات مهمه جدا في سباق الدوري مشتعل من البدايه. لكن انا بقول ان المسؤوليه هنا كبيره جدا في ماتش البنك الاهلي غدا ان شاء الله على اللاعبين والجهاز الفني. مفيش يعني في مسؤوليه نابعه من مكانه النادي الاهلي من ناحيه، من خساره اللقب الموسم اللي فات من ناحيه اخرى، وان هو يعني كبير القاره الافريقيه من ناحيه ثالثه ووصل النهائي. كل دي مسؤوليات موضوعه بقوه وحمل على لاعيبه الفريق والجهاز الفني لتحقيق فوز مهم عابر للازمه. الازمه اللي هي خسرنا الاهلي خسر فيها 7 نقاط متتاليه في 3 مباريات واتاخر شويه عن السباق الصداره. وطبعا الاهلي اللي هو حوالي 4 مباريات مؤجله يقدر يعني، بس الافتتاحيه غدا مهمه جدا اكيد. بس هل حضرتك بتحس بفرق في الاداء محليا وقاريا؟ يعني الاهلي في افريقيا زي الاهلي في الدوري؟ بحس بهذا الفرق طبيعي، ربما لان الماتشات الافريقيه اقصائيه يعني جيم قصير جدا طبعا. وبينما الدوري هو الاهلي هتحط عليه حمل ثقيل قوي في الفتره اللي فاتت بصراحه. كل 72 ساعه بيلعب ماتش صحيح. صعب صحيح. فلما
حلم البطوله الافريقيه ده بيخلي طاقات تخرج وتتفجر لدى اللاعبين وكمان ذهن الجهاز الفني بقياده موسيماني بيبقى عنده رؤيه يعني مرنه شويه في التعامل مع الملعب والخصم، بينما الدوري يعني طويل المدى ونفسه طويل محتاج فعلا نفس طويل. الاهلي مميز في الحته دي طول عمره بتاريخ بطولاته وانجازاته، فلازم الكبوه اللي حصلت في فقط السبع نقاط مؤخرا لازم تصلح بكره بدايه لما هو اتي، خصوصا اتحاد الكوره حط جدول جديد لكاس مصر، فالحمل زاد على لعيبه الاهلي في كاس مصر في الدوري في افريقيا في تصفيات مع المنتخب. لو شويه كمان هنزود عليهم كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله دي بشره خير منك ان شاء الله. يا رب خير ان شاء الله. طب استاذ سامي والله بتضحكني ليه يا استاذ سامي؟ والله حاسه الاسئله عاديه والله العظيم. لا سؤالي عادي والله. احنا خسرنا الدوري العام اللي فات تمام، وخسرناه لاسباب معينه، منها اللي احنا كنا فيها عندنا اخطاء ومنها اخطاء خارجيه. هذا الموسم او هذا العام بتكرر نفس السيناريوهات الى حد ما، مش تيبكال بس الى حد ما. بتشوف ازاي ممكن ان احنا نتغاضى عن بعض او نعدي بعض المشاكل او السلبيات او النقاط الضعف اللي كانت عندنا في السنه اللي فاتت، عشان ما اقدرش اجي اقول بعد كده اصل انا كان عندي 1 2 3 4 هو اللي ما ساعدنيش ان انا اخد اللقب المحبب للاهلاويه وهو الدوري. بمنتهى الصراحه بالظبط، يعني بمنتهى الصراحه انت جبت الاجابه، يعني الدوري هو البطوله المحببه جدا للاهلاويه على مدى تاريخهم من الاربعينات، وبالتالي يعني لازم نبص اللاعبين يكون عندهم الثقه في انفسهم في ماذا يريد الجماهير منهم. يعني لما وضع مبررات او مش هتخلص المبررات دي على فكره، يعني عمرها ما هتخلص. طب ما ده كان موجود السنه اللي فاتت، فكره ثقه اللاعبين وفكره رغبه الجماهير واللي يعني قبل اللي فاتت. واللاعب اللي فات طيب امال ايه اللي حصل؟ يعني لازم النقطة تبقى غالية علينا قوي، النقطة تبقى غالية على لعيبة الأهلي ويعرفوا يعني أنا ليا شوية انتقادات فنية مش عارف مجالها دلوقتي ولا لأ، بس واحنا معانا دقيقتين. أنا شفت إن هي صلحت كتير جدا النقاط الفنية في ماتش وفاء الصيف في القاهرة بدليل الأربعة أهداف طبعا. يعني الفرصة اللي قدام المرمى الخصم ما ما مش لازم يبقى مجرد فرصه وخلاص، لازم ابقى حريص عليها كانها قطعه ذهب واوصلها بقوه واهز الشباك. صحيح دي اللي انا بشوف ان كان بيحصل تبديد في استغلال الفرصه، تبديد ربما قله تدريب ربما تسرع. لا انا هحط عنوان بصراحه وكلنا هنتفق عليه كمان، يمكن البعض يشوفه مش مبرر بس معلش هو كان ليه عامل كبير، هو فكره الاجهاد القاتل. يعني اللعيبه بتوعنا كانوا مستهلكين ومش بس بدنيا، ده بيؤثر فنيا وبيؤثر طبعًا نفسيا وزهنية. فالوضع كان بصراحه غريب. لا وهو في كان في قسوه بالفعل على فرقه الاهلي، واضح ان ده قدر لعيبه النادي الاهلي ان هم يشتغلوا تحت ضغط ويتعاملوا مع منطق غايب في كتير يعني من بيلعبوا في كذا قطاع وكذا بطوله، افريقيا مع المنتخب، افريقيا مع الفريق، يعني في كذا مسار في نفس الوقت، يعني ده مش موجود عند اي لعيب تاني. ما هو ده ترجع للجدول بقى، يعني جدول المباريات من يضعه من يؤسسه من ينظمه، ده اللي بنعانيه في اتحاد الكوره وفي الاتحاد الافريقي. يعني عندهم قسوه يعني على الاهلي بشكل خاص بالظبط، وانا باكد مره ثانيه ان الاهلي مستهدف من الاتحاد الافريقي دي اكيده، بس الاهلي ان شاء الله يستهدف في كاس افريقيا ان شاء الله
ويرجع لنا بيه ان شاء الله يوم 30 هيحصل باذن الله يا استاذ سامي. ده المتوقع ان شاء الله هيحصل وتكون معانا ونبارك ان شاء الله. وان شاء الله ونفتتح بكره مسار الدوري من جديد بفوز جيد ان شاء الله باذن الله. تبقى موفقه. نشكرك على وجودك معانا نورتنا كالعاده. انا سعيد بيكم. ميرسي يا مسيو سامي. اشوفك على خير. طيب انا بشكر حضراتكم. انا بالنسبه لي كده الحلقه خلاص خلصت. انا هروح وكريم هيكون مع حضراتكم للفقره الاخيره الطبيه مع دكتور زينه ابو السعود. وملف مهم جدا ان احنا بنتكلم فيه عن تقويه جهاز المناعه اللي برضه عايز سلسله حلقات مش حلقه واحده لان اعتقد ده الملف الابرز حاليا. فاصل ونرجع نكمل.